أعربت النجمة الكبيرة صفاء أبو سعود 20 أكتوبر 2022 عن سعادتها بتكريمها من مهرجان كبير بحجم الموسيقى العربية في دورته 31، وظهرت في أبهى صورة زي ما احنا شايفين في هذا المهرجان الكبير، وكأنها صغرت 20 سنة. هي عندها دلوقتي 73 سنة. ربنا يديها الصحة، وهنشوف بقى أسرار أعتقد ما تعرفوهاش عنها وعن ثروة زوجها الراحل. توفي 18/5/2020 الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي محب لمصر وللوطن العربي، عن عمر يناهز 79 سنة، الله يرحمه. كان صالح كامل من أسرى أثرياء العرب، إذ بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، يحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي في 2017. قام بإنشاء العديد من المشاريع التي لها باع كبير في الاقتصاد المصري. وكان صالح كامل يمتلك ويدير ما يربو عن 12 مليار ريال، موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية فقط، وفي نحو 45 دولة حول العالم. اشتهر بمصر وأحبه الكثير لأنه ساهم في المشاريع الخيرية بالقرى وجميع محافظات مصر. وفي آخر الإحصاءات قالت وكالة أنباء بلومبرج في فبراير من عام 2019 أن ثروة الشيخ صالح كامل هبطت بنحو 700 مليون دولار، منخفضة إلى 3 مليار دولار بعد تنازله عن 60% من أسهم مؤسسة NBC الإعلامية، كما أنه ترأس مجموعة دلة البركة التي تشمل تحتها نحو 6 شركات كبرى في السعودية، وترأس الشركة الإعلامية العربية وشركة ماسك الإعلامية العربية، وكان يرأس مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية. والشيخ صالح كامل 3 بنات، أكبرهم ابنته أصيل التي أنجبها من الممثلة المصرية صفاء أبو سعود آخر زوجاته. أنا دي صفاء أبو سعود آخر زوجاته، ممثلة معروفة طبعا، اعتزلت بعد ما اتجوزته، اعتزلت التمثيل بعد الجواز. ودي بنته من صفاء أبو السعود، هي أصيل في زفافها، وهنشوف بيت البنات بعد شوية. وهنا دي صورة لصفاء أبو السعود أيضا مع الشيخ صالح كامل الله يرحمه، وهنشوف أولاده من زيجة تانية دلوقتي. صفاء أبو السعود عملت لسنوات في شبكة الـ ARTي راديو تلفزيون العرب التي كان يمتلكها صالح كامل، وله أبناء من زواج سابق من زوجته السعودية الغير معروف اسمها، هم عبد الله كامل ومحيي الدين كامل. ده عبد الله صالح عبد الله كامل، الرئيس التنفيذي لشركة دالة البركة منذ 1999، سعودي وتاريخ الميلاد في 1966 والعمر 54 سنة. وده ابنه الثاني محيي الدين صالح كامل. وهذا الجهد والعطاء للشيخ صالح كامل جعله من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم من حيث التأثير في الأحداث عام 2006. دلوقتي عن أسرار تعارفهم وزواجهم، وهنشوف بقى إيه قصته مع صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود مولودة 9 أكتوبر 1950، ممثلة وإعلامية مصرية. بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفاتوار. ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة الاستعراضية كانت تخشى تسجيل أغنية أهلا بالعيد خوفا من مقارنتها بأم كلثوم التي غنت يا ليلة العيد. كما صرحت في حوار قديم أن الأغنية تم تصويرها قبل العيد بيومين فقط بالقرب من جامعة القاهرة وداخل حديقة الحيوان. كانت أغنية مشهورة ولا زالت لغاية دلوقتي مشهورة، بتتقال في الأعياد. في منتصف الثمانينات التقت برجل الأعمال السعودي صالح كامل الذي كان يمتلك حينها شركة للإنتاج الإعلامي بالرياض. هنا على اليمين الشيخ صالح كامل جنب مراته صفاء أبو السعود، وظل يراقبها فترة إلى أن طلب منها الزواج، فاعتزلت صفاء الحياة الفنية بناء على طلبه وتفرغت لبناتها الثلاث هديل وأصيل ونضير. دي نضير صالح كامل، ودي هديل بنت صفاء أبو السعود صالح كامل، ودي أصيل. أنهي واحدة فيهم تشبهها أكتر؟ شاركونا في التعليقات.
وده الشيخ صالح كامل طبعا معروف. وتقول صفاء أبو سعود عن قصة تعارفها بالشيخ صالح كامل: بالنسبة لقصة التعارف فهي تحكى في مجلدات وليس في حوار، لكني سأكتفي بأن أقول أن الشيخ صالح كان ينتج للعديد من الفنانين، وهو كان في ذلك الوقت صاحب شركة إنتاج إعلامي بالرياض، وكانت هذه الشركة تنتج أعمالا بالتعاون مع عديد من الفنانين المصريين، وأنا كنت من ضمنهم، وبالطبع هو كان يراقبني من بعيد ويراقب تصرفاتي مثل أي شخص يرغب في الزواج بفتاة، وكان يعرف أسلوبي وتصرفاتي وأخلاقي جيدا، ووجدني مناسبة له كزوجة، ومن هنا تم الزواج. هنا صور متفرقة وهي معاه في مناسبات، وهنا مع بنتها فرحها. يا ترى تشبه لها كتير؟ وتعتبر صفاء أبو سعود من أثرياء الوسط الفني، وهذا ما كشفه بلاغ سابق تقدمت به للنيابة تتهم فيه خادمتها بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه، مبلغ ضخم طبعا، حيث كتب البلاغ في 14 صفحة يصف 219 قطعة مجوهرات ثمينة، هذا بخلاف استخدامها لطائرات زوجها الخاصة للسفر من دولة إلى أخرى، حيث تعتبر أول فنانة مصرية تستقل طائرة خاصة. حققت نجاحا باهرا كإعلامية مع زوجها في شبكة تلفزيون العرب الـ ARTي، وقدمت لأول مرة برنامج تلفزيوني بعنوان ساعة صفا، تمكنت خلاله من الكشف عن خبايا وأسرار الكثير من النجوم. هنا في أحد حلقات برنامجها ساعة صفا، الشيخ صالح كامل. وقد احتفلت الفنانة الكبيرة والإعلامية صفاء أبو سعود بحفل زفاف ابنتها أصيل، ابنة الشيخ صالح كامل مالك قنوات الـ ARTي، على الدكتور أيمن، وذلك بأوبروي مينا هاوس الهرم. وأحيا الحفل النجم اللبناني راغب علامة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور وتقديم التهنئة للفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، حيث حضر الحفل كل من سهير رمزي وسمية الخشاب وغادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري وفيفي عبده ونهال عنبر وعدد آخر كبير من الفنانين، بالإضافة إلى الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على الوقوف مع صفاء أبو السعود طوال حفل الزفاف لاستقبال الضيوف، نظرا لعلاقة الصداقة الشديدة التي تجمعهما، حيث عملت بوسي شلبي لسنوات طويلة بمجموعة قنوات الـ ARTي التي يمتلكها الشيخ صالح كامل. هنا العروسة أصيل والعريس الدكتور أيمن، هنا صفاء أبو سعود وأحد أقاربها، هنا فيفي عبده وبوسي شلبي وعدد كبير من النجمات، بوسي شلبي وغادة عادل ولحظة لقاء، دي العروسة أصيل طبعا تورتة الفرح بتاع 5 6 أدوار، دي الإعلامية بوسي شلبي وسمية الخشاب، هنا وفاء الكيلاني وبوسي شلبي وسمية الخشاب، هنا صفاء أبو السعود وبوسي، دي تورتة الزفاف، دي العروسة أصيل.